جبت معاكم شوربة السمك كتجي لذيذة وصحية في نفس الوقت. اول حاجة في طنجرة غنعملو شوية زيت وبصلة مقطعة عشوائية وواحد طماطيشة وشوية ديال الفلفلة وجوج الحبات تخيزو مقطعين تاهما عشوائيين وحتى البطاطا. مقادير بالتفصيل غنخليهم اسفل الفيديو. غنزيدو شوية ديال الابزار شوية التحميرة وشوية ديال الخرقوم ومعلقة صغيرة ديال الزبدة ونخليو داكشي يتشحر حتى تذوبنا غير ديك الزبدة ونزيدو جوج فصوات ديال التوم. في نفس الوقت غيكون القشور ديال الجامبا كيتسلقوا في الماء باش بيهم اللي غادي نمرقوا الخضره ديالنا. ملي غنمرقوا غادي نشدوا عليهم ونخليهم يطيبوا. ملي غيطيبوا غادي نطحنوا وغادي نزيدوا السمك ديالنا اي نوع السمك اللي بغيتوا. انا جبت السمك وشوية الجامبا انا كيعجبني نزيد فيها شويه الشعريه داك الرقيقه اللي كتكون في الصفه شويه ديال المعدنوس وكتكون الصوبة ديالنا وجدات ونقدموها بالصحه والراحه كتجي غزاله. وما تنساوش تاكل وصفه مع الاصدقاء ديالكم.